القصير ألان جيريس، وهذه كرة لطه ياسين الخنيسي في الترويف إلى نعيم السليتي. يلزم رفع النسق عندما نوصلوا لل 30 متر الأخرى في مناطق المنتخب البولندي. أيمن بن محمد يفسخ المدافع الحرفية، عرضية الكرة الثانية، جول! الهدف الأول، الهدف الأول، طه ياسين الخنيسي يفتتح باب التسجيل، يرسم البسمة على شفاه التونسيين، على شفاه جمهور المنتخب الوطني التونسي. هدف أول للمنتخب الوطني التونسي، هو فرحة كبيرة في المدرجات. كرة ثانية وكما جات تصويبة قوية من طه ياسين الخنيسي، طه ياسين جول، هو الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي في 22 ثقة لاعب. هي كيفاش بدات، شوفوا كيفاش بدات العرضية من بن محمد، كرة ثانية كما جات قوية يمينية، هو التصويبة في مرمى المنتخب البولندي. والتغييرات القادمة، يغادر الفرجاني ساسي البديل مارك اللمتي، هذا التغيير اللي تحدثنا عليه الشاب مارك اللمتي، وهذا الجمهور الحاضر بأعداد غفيرة جاي ساند يعاذر. دائما مشاهدينا الكرام، قناة الوطنية الأولى تتابعون مباراة ودية الثالثة، هي الختامية في التحضيرات بالنسبة للمنتخب التونسي بعد زوز انتصارات ضد العراق هدفين مقابل صفر، ضد كرواتيا وصيف بطل العالم هدفين مقابل هدف. ودي مرت، ودي في الشبكة، ودي في الشبكة، ودي في الشبكة، باغت فاروق بن مصفى، باغت فاروق بن مصفى يعدلها المهاجم، يعدلها لاعب المنتخب البولندي. امامكم على الصوره، سدد وباغتنا وباغت فاروق بن مصفى، والعمل الكبير اللي قام به سايدو براينو سيدريك اميسي الرقم 17 كما جات امامكم على الصوره. اميسي يعدل النتيجه في توقيت 30 دقيقة لعب. هذا الشوط الثاني كما قلنا انه الملاعبيه نتاع المنتخب البولندي عندهم الزيد الفني لا باس به، شاهدناه في المباراة هذه. قدموا اليوم أداء محترم جدا لمنتخب بولندي. نعيم السليتي الهجمة لصالح المنتخب الوطني التونسي. نعيم يمر في الأولى، بحث عن المرور في الثانية، ياخذ الكرة. نعيم، 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 والثاني للمنتخب الوطني التونسي، والثاني للنصور، الثاني عن طريق نعيم سليتي. فنيات كبيرة، مهارة عالية، يفسخ الأول والثاني والثالث، يحط الكرة في الشبكة. الثاني للمنتخب الوطني التونسي، فرحة الجمهور في المدرجات بعد هدف ثاني، ولا أروع من نعيم سليتي. يثري عاد خذ الكرة الأولى، عمل المراوغة الثانية والثالثة ثابتة في الشباك. الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. لطفي تتغير المعطيات من جديد، أسبقية تونسية والثنائية في الشباك البولندية. وهذا المطلوب، جرينتا كبيرة للأمانة من نعيم السليتي، ملاعبية في قيمة نعيم السليتي، وفرحة كبيرة كما شاهدوا أنصار المنتخب الوطني التونسي في مدرجات ملعب أولمبي رادس.